بين الماضي والحاضر دائما ما تظهر دروس ملهمة للمستقبل. وقبل انطلاق مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، يمكنك أن ترى ذكريات الماضي شاهدة على أمجاد الفراعنة وتخطيهم الصعوبات التي لم يتخيلها أحد بسلام. ودائما ما تظهر نجاحات الفراعنة في أشد اللحظات، فكانت نسخة كأس الأمم عام 1986 خير دليل على تحدينا لكل الصعاب. فبعد الفشل في التأهل لمنافسات كأس العالم بالخسارة أمام المغرب وفقدان الثقة ولحظات يأس وإحباط للجميع، استعاد المنتخب مجده وتوج باللقب على حساب الكاميرون في المباراة النهائية بعد الفوز بركلات الترجيح، رغم خسارة أول لقاء في البطولة أمام السنغال بهدف دون رد أمام أكثر من 80,000 داعم للفراعنة. ولكن نجح المدرب الإنجليزي المخضرم مايك سميث في قيادة منتخب الفراعنة للقب رغم البداية السيئة التي جعلت البعض يظن أن منتخبنا لن يكون قادرا على تحقيق الإنجاز. ولم تكن نسخة 86 الوحيدة التي شهدت يأسا وإحباطا في البدايات وفرحة وإنجازا في النهايات، فكانت نسخة 98 شاهدة على تصريح لم ولن ينسى للجنرال الراحل محمود الجهري، والذي صدم الجميع بأن منتخب مصر سيكون تصنيفه في المركز 13 بين المنتخبات المشاركة. فلم ينتظر أحد من هذا الجيل أي شيء ليفاجئ الفراعنة الجماهير ببطولة لن تنسى، كانت شاهدة على تتويج قاري جديد بعد الفوز على جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بهدفين دون رد. ومع المعلم حسن شحاتة كانت الصعوبات والانتقادات حاضرة، بداية من مفاجأته للجماهير باستدعائه المهاجم محمد ناجي جدو على حساب أحمد حسام ميدو في نسخة 2010، وكان الرد حاسما في ملاعب أنغولا بعدما توج جدو بلقب هداف البطولة التي حصدها منتخب مصر برصيد 5 أهداف من ضمنها هدف في المباراة النهائية أمام غانا، لتكون نهاية الانتقادات تتويج ثالث على التوالي عزز رقم منتخب مصر كأكثر المنتخبات حصدا لكأس الأمم في القارة. وبين ماض مليء بالصعوبات والتحديات والإنجازات وحاضر تسيطر عليه الطموحات والدوافع لاستعادة المجد الغائب، يبحث رجال منتخبنا بقيادة المخضرم روي فيتوريا عن حصد النجمة 8 لإعادة الفراعنة مرة أخرى على منصات التتويج كما جرت العادة في تاريخ الكرة الإفريقية.